كتاب الخامسة ابتدائي فرنسية الجيل الثاني الصفحة رقم واحد. الصفحة رقم واحد وش مكتوب فيها؟ ريبوبليك الجيريان ديموكراتيك اي بوبولار مينيستير دو لوديكاسيون ناسيونال. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية. سانكيام السنة الخامسة فرونسي فرنسية. سانكيام اني بريمير السنة الخامسة ابتدائي. لي زوتور المؤلفون: ليلى مجاهد استاذة جامعية بروفيسور دونيفرسيتي استاذة جامعية. مولود فرحات انسبكتور دو لونسينيمون بريمير مفتش التعليم الابتدائي. كهيناخ داودوش بروفيسور دو لونسينيمون بريمير استاذة التعليم الابتدائي. او ام بي اس الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية اوفيس ناسيونال دي بيبليكاسيون سكولير. الاوراق هذه رانا واصلين إلى الورقة هذه. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التربية الوطنية السنة الخامسة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. المؤلفون: ليلى مجاهد أستاذة جامعية. مولود فرحات مفتش التعليم الابتدائي. كهيناخ داودوش أستاذة في التعليم الابتدائي. الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية. هذه الصفحة. الصفحة تاع اليوم هي هذه. بهذا نكون قد انتهينا من الصفحة رقم واحد.